أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. إيران ترفض تصريحات الحريري وتعدها اتهامات لا أساس لها بعد أن استقال واتهمها بالسيطرة على لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمنى من السعودية أن تطرح أسهم أرامكو في بورصة نيويورك. ومقتل 8 جنود إيرانيين بمواجهات في كردستان إيران. اتفاق تام بين الفرقاء الليبيين سيعلن قريبا وفق المتحدث باسم الجيش الليبي. القوات العراقية تحاصر داعش في آخر معقل له في راوة. وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى إطلاق حوار سياسي بين أقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد. شرطة نيويورك تقول إنها تجمع أدلة لاعتقال منتجي هوليوود هارفي واينستين. دراسة تكشف أن ملايين البشر يعانون سوء التغذية أو السمنة حول العالم.